يقول هل ثبت أن ملك الموت اسمه عزرائيل؟ لا، لم يثبت، بل لم يرد أصلا في حديث أن اسم ملك الموت عزرائيل. يقال عزرائيل ويقال عزرائيل بالفتح والكسر كما قالت الزبيدي في تاج العروس، قال يفتح ويكسر. قال السيوطي في حواشي سنن النسائي قال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث، وإنما ورد فيه أثر عن وهب بن منبه رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة الشيخ الأصبهاني، وهو موجود، الحديث ضعيف، الأثر حتى هو لا يصح، ووهب من التابعين المكثرين من الأخبار الإسرائيلية. فتسمية عزرائيل أو عزرائيل لا أصل لها لا في القرآن ولا في السنة.